السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب، اخباركم ايه؟ النهاردة انا جاي لكم بوصفة جديدة، هنعمل مع بعض حاجة حلوة بسيطة وخفيفة جدا ومهيش مكلفة ومقادير بسيطة قوي. معايا هنا طبعا يا جماعة المعايير اللي انا هقولها للسكر دي، هي المفروض كوباية الا ربع من السكر، بس عشان احنا عاملين دايت فانا هستعمل معلقتين ونص من المعيار ده اللي هي المعيار المعلقة الكبيرة، بس هي الوصفة الحقيقية كوباية الا ربع من السكر. وبيضاية معايا، بيضة واحدة بس، ومعايا كوب ابيض دقيق متعدد الاستعمال، الدقيق الابيض. معايا هنا ذرة من الملح، يعني على بوز المعلقة كده ملح. معايا معلقة ونص صغيرين من اللي هي معلقة الشاي بيكنج باودر، ومعايا تلت كوب زبدة على زيت، يعني لو حضراتكم عايزين تعملوها زبدة بس ممكن، عايزين تعملوها سمنة ممكن، عايزين تعملوها سمنة على زيت ممكن، بس ده للحق، ده زيت زيتون مع زبدة طبيعية. خلاص كده دي مقادير. وطبعا معايا فانيليا سايله كده، هاخد منها نص معلقه او ربع معلقه من الفانيليا السايله. ان شاء الله هعمل ايه، هكسر البيضه وهخفقها مع السكر الاول، بس ان شاء الله هنشوف الخطوات مع بعض. معايا هنا يا جماعه البيضه، هي اني كسرتها في طبق زي ما حضراتكم شايفين كده، هخفقها بس شويه كده. احط عليها السكر، طبعا قلت لكم يا جماعه السكر المفروض كوبايه الا ربع، بس انا حاطه معلقتين ونص. احط ذره الملح واحط يا جماعه ربع معلقه من الفانيليا. بالشكل ده واخفق كويس قوي. لما هخفق لما يدوب السكر يا جماعه. معايا الخليط بالشكل ده، ده بالسكر فيه، هبدا احط له الزبده والزيت على بعض زي ما حضراتكم تحبوا، عايزين زيت بس، عايزين سمنه بس، زي ما حضراتكم تحبوا، بس انا حطيت زيت زيتون مع زبده. واخفق تاني، وانا نخلت الدقيق مع البيكنج باودر. واخفق لما الخليط يتجانس وبيض. انا خفقت الخليط يا جماعه، لما بقى معايا بالشكل ده هبدا ان شاء الله احط له الدقيق بالتدريج كده اللي انا نخلاه مع البيكنج باودر. بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل حبه بحبه. دي كوباية يا جماعة، واخلط بإيدي عادي. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما حضراتكم شايفين كده هحط الدفعة التانية يا جماعة. معلش انا كل ده عمال اوقف التصوير علشان البياعين يمشوا، مش راضين يمشوا، موقفين. فهنستقرف بقى مع بعض ايه الوصفة ان شاء الله. طبعا الدقيق بيختلف من مكان لمكان، ممكن نحتاج، ممكن نبقى اقل من كده، طبعا ايه نوعية الدقيق، بيشرب سوائل او ما بيشربش. بصراحة لسه اول مرة فاتحة كيس الدقيق ده دلوقتي، لسه ما عارفش نوعيته. ونقلب كويس قوي كده لحد ما ايه الدقيق اللي احنا بنحطه يندمج كويس قوي. لو ما انتش عايزة تعجني بايدك عجني بأي حاجة تانية كده. ايه احنا حطينا بقية الكوباية، ونشوف جايز نحتاج شوية كمان دقيق، بس طبعا هنحط بس نقلبه كده ندمجه مع بعض ونشوف.
حبة دقيق اهم يا جماعة عشان اشوف انا هاخد دقيق قد ايه. دي معلقة كمان اهي فوق الكوباية. معلقة كبيرة، معيار كبير. اعتقد ان هي لسه عايزه كمان معلقه. زي ما قلت لحضراتكم الدقيق بيختلف في نوعيته، دقيق بيشرب سوائل ودقيق ما بيشربش. دي كده تاني معلقه فوق الكوبايه عشان نبقى عارفين معيارنا بالظبط. ممكن انت تاخدي اقل تاخدي اكتر تبع نوعيه الدقيق. هحط له معلقة واحدة بس كفاية كمان، مش عايزاها تنشف اكتر من كده، عايزاها ناعمة. يبقى كده اخد 3 معالق فوق الكوباية. ايه معلقة كمان. بسم الله. يبقى كده كوباية و3 معالق عشان نبقى عارفين عيارنا. ايوه يا جماعه ما شاء الله ظبطت العجينه اهي خالص. نلم بس اللي في الطبق ده، ننضف كده ايه حاجتنا اهو بالشكل ده. معلش محتاجه خلاص هجهز الصاجه بتاعتي واولع الفرن واسيبها ترتاح شويه. هجهز حاجتي عم العجينه ترتاح شويه كده. خلاص يا جماعه ملمس العجينه بتاعي اهو، لا طري قوي ولا ناشف قوي اهو. اخدت مني كوبايه و3 معالق كبار من الدقيق اهي. هسيبها بقى ترتاح عم اولع الفرن يسخن واجهز الصاج بتاعي. يا جماعه كده دهنته بفرشه بمعلقه زيت، احط بس بعيد عني كده شوية وابدأ ان شاء الله العجينة معايا اهي. ولعت الفرن يسخن، هاخد كور صغيرة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. العجينة بقت معايا جميلة جدا، هكورها كور صغيرة كده. عارفين حجم الغريباية؟ هنعملها زي حجم الغريبة كده اهي. شايفين اهي. وهحط معايا في الصينية بالشكل ده. هكورها كلها بالشكل ده. هرصها جنب بعض كلها بالشكل ده. بالشكل كده يا جماعة. هخلص بقى الكمية كلها وهرجع لكم. معاها خلصت الكمية، عملت معايا 18 واحدة وجبت اللي هي الملوق بتاعي. هبدأ ان شاء الله اعمل فيها كده من نص كده، اعمل لها زي خرم كده ايه من نص كده كده. ومش ايه مش يعني ايه مش هخرمها كلها، الكمية كلها. معايا هنا مربى فراولة طبعا معمولة في البيت. هبدأ الفتحات اللي انا فتحتها دي اعبيها بمربى فراولة بالشكل ده. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة بالشكل ده.
زي ما حضراتكم شايفين معايا بالشكل ده. هسيب الكمية التانية ببعضها كده زي ما حضراتكم شايفين كده. هدخلها الفرن على درجة 180 من 15 لـ20 دقيقة، وان شاء الله نشوفها بعد ما تطلع من الفرن. وعلى ما البسكوتات بتاعتي تطلع من الفرن يا جماعة، عايزين نعمل كده حاجة على السريع كده، عما تخرج من الفرن تكون بردت شوية. معايا هنا نص كوباية من اللبن، معايا معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، ومعايا معلقتين كبار من السكر. هحط انا نص كوباية اللبن تسخن، وبعدين ادوب فيها الكاكاو واسيبهم يغلوا غلوتين كده مع بعض، يعني اسبكهم شوية كده مع بعض وافرغهم في حاجة يبردهم على ما البسكوت بتاعي يخرج من الفرن، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اللبن معايا سخن اهو يا جماعة، احط له معلقة الكاكاو وهقلبه قوي. انا عايزة الخليط ده يبقى زي صوص شوكولاتة كده يا جماعة، يعني انا هفضل اقلبه كده على النار لما احس ان هو يعني اتثبت في بعضه كده شوية. هطفى عليه واسيبه يبرد عما البسكوت يطلع من الفرن. بالشكل كده يا جماعة هسيبه يغلي على النار في بعضه كده يتسبك شوية، ونشوف يا جماعة شكل البسكوت وهو في الفرن شكله بقى عامل ازاي بالمنظر ده. شايفين شكله جميل ازاي؟ يا رب تكون الصورة واضحة. طالع بجد يا جماعة ريحته تحفة، ان شاء الله لما يطلع ويخلص مع بعض هنشوف. الكاكاو اللي هو بقى صوص ما شاء الله عليه بجد اختراع. صفيته بمصفى عشان لو في كلاكيع اي كاكاو ولا حاجة، وهو طفيت عليه وسايباه يبرد. دي معلقة كاكاو كبيرة على نص كوباية لبن ومعلقتين سكر، وحطيتهم لما غلوا في بعض خالص كده وحسيت ان الكاكاو ادى لمعه. والله يا جماعه ما شاء الله مفيش عليه اي اضافات غير كده. بقى زي صوص شوكولاته كده سايح، هسيبه ان شاء الله يبرد. بس اهم حاجه يا جماعه نوعيه الكاكاو تكون كويسه، وده طبعا اغلى نوع كاكاو في السوق، وده كاكاو مر، دي شوكولاته خام مره اسباني اهي زي ما انتوا شايفين شكلها. انا عايزه اوريكم بس اللمعه بتاعتها قدام الكاميرا شويه لو باينه، بيلمع وجميل جدا، سخن جدا طبعا. هسيبه لما البسكوت يطلع من الفرن ونشوف ان شاء الله هنزين بيه مع بعض بس اما يبرد. انتظروا من الفرن زي ما حضراتكم شايفين كده، لسه طالع حالا دلوقتي اهو، اخد معايا تلت ساعه في الفرن. بسم الله، شايفين لونه من تحت ولا اروع بقى من كده اهو. طبعا لسه سخن جدا طبعا ما شاء الله اهو، هش جدا وروعة، وده سخن جدا اهو، ده اللي بالمربى سخن قوي. اول ما طلع يعني لسه مطلعه حالا علشان الكريزة تلزق فيه، قسمت الكريزة بالنص وحطيت على كل واحدة حتة كريزة كده علشان تلزق فيه، لان الفراولة المربى لقيتها اندمجت مع العجينة شوية كده، فحطت لها الكريزة تدي شكل مكان المربى كده. هسيبه بقى هطلعه على الشبكة يبرد. بسم الله، طبعا الصينية لسه سخنة نار، مطلعاه من الفرن حالا. هطلعه كده على شبكة يبرد، ولازم يا جماعه تبطنوا الصينيه بمعلقه الزيت زي ما انا قلت لكم علشان العجينه ما تلزقش معاكم في الصينيه ان شاء الله. سخن جدا مش قادره اوصف لكم يا جماعه بجد ريحته رهيبه. سخن جدا، هسيبه يبرد خالص ان شاء الله عشان نزين اللي هو ببعضه ده بالشوكولاته بصوص الشوكولاته اللي احنا عملناه. يبرد بقى ان شاء الله يا جماعه خالص، انا نقلته على شبكه هسيبه يبرد خالص ان شاء الله علشان نزين اللي هو الساده ده
بالشوكولاتة وجوز الهند، فان شاء الله انتظر معايا بس كده، ايه مش هياخد وقت، الجو برد جدا هيكون برد، ونشوف ان شاء الله واحنا بنزينه مع بعض بعد ما البسكوتات بردت. عايزه اوريها لكم من جوه عامله ازاي، شايفين بتدوب كده دوبان بجد، روعه روعه روعه. مش شايفين مفرغه من جوه ازاي يا جماعه، تحفه، بمكونات بسيطه. عايزه اوريها لكم قد ايه هي دايبه كمان، شايفين شايفين بتتهرد ازاي وجميله، شايفين تحفه بجد يا جماعه، بمكونات بسيطه هتقدري تعملي لاولادك حاجات تفرحيهم بيها، جميله جدا جدا جدا. هنبدا بقى صوص الشوكولاته بتاعنا اللي احنا عملناه، كنت حطيته في الثلاجه يسقع شويه، بجد يا جماعه والله العظيم الصوص ده اختراع، بس اهم حاجه نوعيه الكاكاو يا جماعه هي اللي هتفرق معاكي في الصوص، وكل ما تسيبيه يغلي اكتر على النار كل ما يديكي نتيجه احسن. شايفين تحفه بقى صوص شوكولاته، مش قادره اقول لكم بقى، وبلمع ورائع، شايفين ما شاء الله عليه اهو. هبدا اعمل ايه، هغطس كده البسكوتات فيها بالشكل ده وفي جوز الهند كده، تبقى معايا بالشكل ده اهي، اعمل معاهم كمان واحده اهي، اغطس كده بالشكل ده، اصفي الزياده منه وابدا احطه ايه في جوز الهند اهي يا جماعه. اخلص بقى الكميه كلها وارجع كده يا جماعه، يكون انتهى البسكوت معانا بالتزيين بالشكل ده. مش عايزه بقى اقول لكم او هقول لكم بجد طالع يا جماعه تحفه، شايفين كوبايه وتلات معالق من الدقيق عاملين لي كميه قد ايه من البسكوت الروعه اللي بيدوب في البق دوبان، بجد مش قادره اوصف لكم جماله وحلاوته وروعته، تحفه يا جماعه والله العظيم ما شاء الله اهو. والبسكوته اللي هي بالكريز والمربى دهنتها بالفرشه بالمربى كده، وقمت ايه جايبه الجوز الهند عاملاه بايدي رشاه بايدي عليها بس كده، بقى شكله بالمنظر ده يا جماعه، شايفين الجمال والروعه، والله العظيم يا جماعه بجد نتيجه طالعه تحفه. مش عايزه اي حاجه توقفكم، ابدعي في مطبخك وطلعي كل الامكانيات اللي جواكي في مطبخك، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم ونالت رضاكم، وما تنسونيش يا جماعه فائض دعائكم الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.